هكذا كان المشهد خلال هجوم المسلحين على خان طومان. مدفعية الجيش السوري وحلفائه إلى جانب سلاح الطيران السوري نشطت في استهداف تجمعات المسلحين المتحضرين للهجوم على خان طومان. صار علينا الساعة 2 ظهرا هجوم من قوات المسلحين، وحسنا يعني بإذن الله يعني نحسن الردن من راشدين الرابعة وراشدين الخامسة ومن الخالدي. من حي راشدين في مدينة حلب قررت المجموعات المسلحة شن هجومها، وحدات الجيش المنتشرة على خط التماس في المدينة شاركت في استهداف المسلحين. أما على خط تماس خان طومان فالهدوء الحذر سيطر على المشهد وسط مراقبة دقيقة للجبهة من قبل الجيش السوري وحلفائه. هون نحن بنرصد تحركات مسلحين، أي تحرك فورا بنخبر السلاح الجوي بتعامل معه بحذافيره، يعني أي تحرك نحن بنعطي عنا سلاح ثقيل هون وسلاح متوسط. يعني تحاول الجماعات المسلحة في حلب الترويج لقدرتها على استعادة الأراضي التي سبق أن خسرتها، والهجوم على خان طومان من محاور المدينة بالتحديد يثبت التنسيق الكبير بين المسلحين في الأرياف والمدينة لتحقيق تقدم على الجبهة الحلبية. ما يظهر بالشاشة هو حي الراشدين في مدينة حلب، من هناك حاولت المجموعات المسلحة شن هجوم كاسح على مدينة خان طومان للسيطرة عليها. وهنا على الساتر الفاصل بين خان طومان وحي الراشدين في مدينة حلب استطاعت قوات الجيش السوري صد هذه المجموعات المسلحة واستهداف مختلف الآليات والأفراد التي كانت تشارك في الهجوم، لتصح المقولة من خان طومان: انقلب السحر على السحر. علي مرتضى، خان طومان، الميادين.